هو مين اللي معاه الحق، روتانا ولا شيرين؟ ده مش مجرد سؤال عادي عند جمهور شيرين اللي متابع أزمتها مع روتانا، ده سؤال الساعة اللي بقالهم كتير بيدوروا على إجابة عليه، وبقى مهم أكتر لما حذفت روتانا 4 أغاني من ألبوم شيرين الجديد. ووسط التفاصيل والأواضي والتصريحات الكتير تاهت الأزمة وبقت الإجابة على السؤال صعبة، بس شيرين قدرت تلخص المشكلة وتجاوب على كتير من الأسئلة لما كشفت كواليس الأزمة في أول ظهور إعلامي ليها بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، وده لما خرجت ترد على مبادرة روتانا للتصالح معاها في برنامج الحكاية، وقالت إنها مش ممكن ترجع تشتغل مع الشركة تاني ومستحيل تتصالح معاهم. وحكت كواليس الأزمة وقالت: أنا تعاقدت معاهم وأنا نجمة، ما حدش عملني نجمة، في مؤامرة إن أنا أقعد في البيت، أنا قلت في آخر مؤتمر صحفي الأغاني جاهزة وهم مش بينزلوها. وكملت كلامها وقالت: روتانا رفضت استلام الأغاني لأنها عايزة شيرين حصري في الحفلات، يعني اللي عايز شيرين في حفلة لازم يكلم روتانا الأول، وده ما كانش اتفقنا. ووضحت إنها كانت عايزة تنهي الأزمة من البداية لما طلبت فسخ العقد، بس رد الشركة وطلبهم بدفعها الشرط الجزائي وتعويض هم اللي يحددوه عشان تكبر الأزمة مع خلافهم على فسخ العقد، خصوصا إن شركة روتانا قالت إن العقد لسه مستمر، بس شيرين بتأكد إن العقد اتفسخ لأن الشركة ما نفذتش شروطه. وقالت: أنا عقدي المفروض يتفسخ بسبب إخلالهم بالشروط، المفروض يعملوا دعاية بحجم النجم اللي معاهم وده ما حصلش، حد منهم يقدم ورق يقول إنه عمل لي دعاية ب5 جنيه، أنا ماضي عقدي في 12 أغنية المفروض ينزلوا ألبوم، هم نزلوهم سنجل وده إخلال تاني بالعقد. وما وقفتش تصريحات شيرين النارية ضد روتانا بس، دي كملت وهجمت محاميها وقالت: معرفش المحامي بتاعي ده بيشتغل إيه بالظبط، مش عارفة إزاي ياخدوا مني 8 مليون جنيه. عشان يعلم بعدها محاميها ياسر كنتوش تناحيه عن قضايا شيرين، ويأكد انه هيكشف كتير من المفاجآت عن قراره بعد ما عملوا معاها مرة تانية. ومع ختام حديث شيرين بتحديها الروتانا وانها هتفضل تقدم اغاني جديدة لجمهورها اللي دايما كان بيدعمها، تفتكر هتنتهي الازمة بالصلح ولا بقرار محكمة؟